جه او بالخبر السائد الخاص بدوري ابطال افريقيا والكاف الاسبوع اللي فات. لا الكاف مش هيأجل الاسبوع ده، لا في نية للتأجيل او الكاف هيأجل المباريات. تأجيل الكاف للمباريات شايفه ازاي القرار اول حاجة، وبالنسبة كمان للفرق المصرية بالنسبة لنا دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية؟ والله هو التأجيل ما هوش غريب، يعني قرار التأجيل طبعا هو لسه ما طلعش بشكل رسمي وفي نفس الوقت ما اصبحش اتجاه، هو قرار في انتظار الاعلان الرسمي فقط. المفروض هيبقى يوم بكره ان شاء الله يعلن عنه من خلال المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. في الظروف اللي احنا فيها حاليا او العالم كله فيها ظروف فيروس كورونا، ما بقاش مفاجأة ان يظهر تأجيل او الغاء اي حدث رياضي. يعني وارد جدا ان في اي وقت يتأجل مباراة، يتأجل بطولة، وارد جدا يعني في ظل الظروف اللي بيعيشها العالم كله طبعا من ساعة ظهور فيروس كورونا وانتشاره بالشكل اللي احنا شايفينه. كون ان المغرب هتستضيف مباراة الذهاب في دوري ابطال افريقيا وايضا هتستضيف الدورة المجمعة للكونفدرالية دور قبل النهائي والنهائي، والمغرب حاليا في الوقت الحالي فيها مشاكل كبيرة مع كورونا. يعني في انتشار لفيروس كورونا هناك، الاعداد والاعداد بتتزايد بشكل ملحوظ جدا، حتى ان الدوري المغربي مش كل مبارياته دلوقتي بتقام. يعني الرجاء لعب يوم الاربعاء اللي فات والماتش اللي جاي هيلعبه يوم 20 بسبب برضو ان في بعض الفرق عندها اصابات في كورونا فاضطروا ان ياجلوا ماتشاتها. النهارده بس هيتلعب ماتش للوداد المغربي مع الجيش الملكي في الدوري، فطبعا الظروف هناك غير مستقره على الاطلاق. والاتحاد المغربي هو اللي كان تقدم بطلب لتاجيل المباريات سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. وامبارح كان في الاجتماع زي ما كلنا طبعا عارفين، والزمالك وبيراميدز يمكن كان ليهم اعتراض على التاجيل وكانوا طالبين ان هم يلعبوا في المواعيد المحدده من قبل، ولكن في ست فرق اخرى تمت موافقتها على هذا التاجيل، واعتقد ان القرار طبعا هيطلع بالتاجيل غدا.